الإنترنت أصبح شيء مهم جدا في حياتنا، محدش يقدر يستغنى عنه، وبالذات أطفالنا. لكن الطفل بيكون بريء جدا على الإنترنت، لدرجة إن هو فاكر إن الإنترنت ما هو إلا عبارة عن لعبة زي المكعبات بيدخل يرتبها، أو ما هو إلا عبارة عن شخصية كرتونية بالأبيض والأسود بيدخل يلونها ويطبعها. لكن اللي هو ما يعرفوش إن الإنترنت ممكن يدخله فيروسات خطيرة ممكن تدمر الجهاز بتاعه، وبرضه الإنترنت مليء بالناس اللي بينتحلوا الشخصية، ممكن يغيروا أفكار الطفل. فإزاي نحمي أطفالنا على الإنترنت؟ استخدامك لبرامج الأنتي فيروس هيساعدك إنك تكتشف الفيروسات اللي موجودة على جهازك بسهولة، ولو عملت بحث صغير على جوجل هتلاقي إن في برامج مخصصة للأطفال بتحجب المواقع اللي مش مناسبة لسنهم وبتمنعهم من الدخول ليها، بكده يكونوا آمنين في التصفح على الإنترنت. أحمد طفل محترم ودايما بيسمع كلام والدته اللي طوالي تقول له لو حد غريب نده عليك في الشارع اوعى تروح له. نفس الكلام بالنسبة للإنترنت، الناس كتير جدا ما نعرفش مين الكويس ومين اللي مش كويس، فلو في حد غريب بعت لك رسالة على الإنترنت اوعى تفتحها إلا لما تستأذن والدك ووالدتك. علمونا زمان إن اللي بيكذب بيدخل النار. لو تفتكروا بينوكيو كان كل لما يكذب في فيلم الكرتون مناخيره بتطول. فمش معنى إنك قاعد على الكمبيوتر واللي بتكلم واحد مش شايفك إنك تكذب عليه وتخدعه، لأن الإنترنت ما هو إلا عالم صغير موازي للعالم اللي إحنا عايشين فيه، تتعامل بكل صدق وأمانة زي ما بتتعامل في الحقيقة بالظبط. إنك تقرب من ابنك أو بنتك في الحياة الحقيقية ده شيء كويس جدا وبيديهم ثقة في نفسهم ويحميهم. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فحاول تكون صديق ليهم وتعرف مين الأصدقاء اللي عندهم، وبكده تحميهم أكتر من الناس الغريبة المتطفلين اللي بينتحلوا الشخصية وبيدخلوا يغيروا أفكار الطفل. خامسا، لو حاجة لقيتها على النت غريبة انت ما تعرفهاش زي فيديو غريب او صورة، استشير والدك ووالدتك وما تخافش منهم. مش كل حاجة موجودة على الانترنت تبقى صح وحقيقة، ما تسمعش كلام اي حد يقولك دخل رقم الفيزا بتاعتك او سجل في الموقع المعين وهتاخد هدية او اكتب رقم تليفونك وهيبعت لك هدية في الحال. لما تيجي تدخل على حساباتك على تويتر او فيسبوك اعمل انك لازم يبعتولك رسالة على التليفون الخاص بك فيها رقم تأكيدي، ما ينفعش تدخل حسابك غير لما تدخله على الحساب بتاعك على الفيسبوك او تويتر. متقعدش على النت طول اليوم وتسيب مذاكرتك وواجباتك، النت ده وسيلة ترفيه والمذاكرة أهم منه بيعمل. الإنترنت ما هو إلا وسيلة ترفيهية يمكن نستخدمها عشان نخرج الطالب من جو المذاكرة والواجبات اللي هو عايش فيه، وده ما يمنعش إن هو ممكن يستخدمه في الألعاب الإلكترونية أو يستخدمه في مشاهدة أفلام الكرتون، لكن ده ما ينسهوش أداء واجباته ومذاكرته، بل وممكن يستخدم الإنترنت في إن هو يبحث عن حاجات ترفيهية تعليمية تساعده في إن هو يذاكر ويجتهد ويطلع من الأوائل كمان. عقل الطفل عامل زي العجينة بتاعت الصلصال، قابل للتشكيل بأسهل سهولة، فمش معنى إني أسيبه يشوف أفلام كرتون ويلعب ألعاب إلكترونية على الإنترنت، مش معنى كده إني أسيبه يلعب أي حاجة أو يشوف أي حاجة. لازم يكون في مراقبة جبرية من الأب والأم على الحاجات اللي الطفل بيشوفها، لأن في حاجات غير لائقة على الإنترنت ولا تناسب سن الطفل، قد تسبب له المشاكل النفسية وتؤثر على فكره.